السنين لحيت ما تقبل. الآن مع كلمة لرجل الوفاء ورجل الملتقى الرابع الشيخ تركي بن عجمي بن قطيم، وكلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، أرحب بكم أجمل ترحيب إصالة عن نفسي ونيابة عن ربعي وقبيلتي المهالكة من بني عبد الله من طير. وإنها والله الليلة المباركة على قلبي التي من خلالها يجدد اللقاء بكم بعد أن غمرتمونا بحضوركم وبوفائكم الغير مستغرب في ملتقى بني عبد الله الرابع بمركز الدمثي. وصدقونا أيها السادة الكرام والحضور، ويا من تابعتمونا الآن بعد من خلف الشاشات، إنني لا أستطيع أن أصف فخري واعتزازي بكم لمواقفكم المشرفة ولشكركم المتواصل وتقديركم لرعايتنا الملتقى بني عبد الله الرابع في هذه الليلة الجميلة، ونحن نلتقي بشركاء النجاح من أبناء قبيلتنا محتفلين معهم بنجاح ملتقى بني عبد الله، مقدمين لهم الشكر والعرفان فيما بذلوه من جهود جبارة في إنجاح ذلك الملتقى الذي كان له الأثر الكبير في أوساط المجتمع السعودي من إعلاميين وشعراء وأدباء ولجان منظمة، محتفلين بذكرى يومهم الوطني، متذكرين كفاح الأجداد والآباء بتوحيد بلادهم بقيادة القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مؤكدين ولاءهم وثقتهم بولاة أمورهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز. وأن هذا الحفل الذي نقيمه هذا المساء تكريماً وعرفاناً لكم بما قدمتموه في نجاح هذا الملتقى، فلكم مني الشكر والعرفان، فأهلاً وسهلاً بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركي بن عجمي بن قطيم، وعدت فأوفيت، وكملت فجملت، وحمائم التقدير ورسل المودة تزجيك عظيم شكرنا وامتناننا، فلقد رسوت بعزمك وإصرارك، وابتسمت للصغير والكبير، وشرعت أبواب صدرك للنقد، واحتملت ثقل طموحنا وعظائم أمانينا. تركي بن قطيم الذي عرفته شخصياً من خلال هذا الملتقى لديه مشكلة. أتدرون ما هي مشكلة تركي بن عجمي بن قطيم؟ أنه يحاول جاهداً ويسعى أن يرضي الجميع وأن يرضي الكل، سواءً من خلال ذلك الملتقى أو من خلال أي احتفالات يقوم بالإشراف عليها،